في الفيديو ده هنكمل سكتشاتنا على رسم الوجه، وتطبيقا على كورس رسم الوجه الكاريكاتير اللي موجود على يوديمي، اللي هسيب لك برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت لو حبيت ان انت تبص بصه يعني. تمام، لكن خلينا نتكلم في ملحوظه مهمه جدا وحلوه قوي، وهتفرق جدا في اظهار الحاله النفسيه من حركه الوش اللي انت بتعملها. احنا دايما لما بنيجي نرسم وش بنرسمه شكل هندسي واقف، يا اما مستطيل او مربع او دايره او بيضاوي. تمام، طيب انا عاوز اضيف حركه بسيطه قوي للشكل الهندسي، يعني هيبقى شكل هندسي زي ما هو ولكن مش هيبقى جامد زي اللي انا برسمه ده اللي هو شكل هندسي دايره مربع، لا. تمام، انا عاوز ارسم مثلا شكل بيضاوي ولكن هديله شويه انحناء، يعني هخليه في اطار القوس ده، انا بعمل قوس كده وبرسم عليه بقى ايه الشكل البيضاوي، بخليه ماشي مع القوس. تمام، هعمل واحد تاني عشان انا هعمل ايه الملامح اللي هرسمها هنا هتبقى عكس هنا. تمام، هنا هعمل الملامح بتاعته اللي هي العينين وكده هعملها في الناحية دي، وهنا العين هعملها في الناحية دي، اقسم بس كده بالنص واشوف هتفرق في ايه. الوش اللي مفروض لبره ده اللي هو يعني قابب على الحياة، تمام، عامل شكل قبة كده. تمام، ده الوش لو انا بحب ارسم حد بيضحك او مبتهج او متفائل او مندهش او حاجة فيها طاقة ايجابية، فبخلي الوش مقبل على الحياة كده، يعني اللي هو ايه داخل على الحياة، داخل بوشه كده، فاهم؟ تعالى كده نطبق الكلام ده، هعمل ده بيضحك، اعمله بقى مغمض يعني ايه اللي هو ميت على نفسه من الضحك، وشوف في الاخر هتفرق فعلا ولا لا. وبقول لي فعلا انت حسيتها ولا لا، لان محتاج فعلا ايه اعرف هل فعلا فرقت ولا ما فرقتش. ده الوش اللي بيضحك. الوش ده حزين انا عامله يعني ايه مقعر كده، ده محدب كده خارج لبره، الوش الحزين. وادي الملامح اللي احنا بنعملها ايه الحواجب 8 كده عشان تديني احساس بالحزن، وخلي ده ايه مغمض مثلا او نخليه مفتح عينه، بلاش مغمض، مش كل ما نرسم سكتش يطلع مغمض. تمام، وخلي نن عينه يعني غارس كده في الجفن اللي فوق علشان يديني احساس انه حزين بقى ومكتئب والكلام ده كله. وادي المناخير، وادي البق الحزين. هل انت حسيت بفرق في الحالة النفسية للوش اللي انت بترسمه من خلال ايه القوس اللي انت عملته ده؟ انا عملت هنا القوس خارج لبره، يعني الوش هنا ايه خارج بره داخل يعني في الحياة كده، يعني فاهم اللي هو ايه الانكماشة دي مش في وشه، ده الانكماشة هنا بقى دي في وشه لان ده حزين ومكتئب وحالته بؤس. تمام، فهو ايه وشه مقعر لجوه، ملموم لجوه، تمام، متاخد من الحياة، مشفوط، فاهم الفكرة؟ انا مش عارف انا عرفت اوصل الفكرة ولا لا، لكن حاجات زي كده بتفرق جدا. إيه لما اجي ارسم مثلا مثلث، وش مثلث بخلي وش مثلث جامد، لا اديله ايه شكل كده يعني منحنيات، يعني ما يبقاش ايه الخطوط دي الاضلاع بتاعته ما تبقاش خطوط مستقيمة قوي، لا خليها منحنيات شوية. تمام، حسب بقى الفكرة بتاعتك. إيه مثلا هنعمل ده مثلا بيوشوش لحد هنا، يعني ده شخص تاني اهو ملناش دعوة بيه، لكن احنا الدور بتاعنا اللي احنا السكتش بتاعنا كله على الشخصية دي، علشان انا هعمله زي ما يكون ما بيميل على ده ويدي فكرة مثلا ايه شريرة، بيتكلم عن حد. تمام، فهو مقبل بوشه على ده، وادي الشكل الشرير بتاعه، ونن عينه رايح على الشخصية التانية اللي هو بيتكلم عنها، وليكن مثلا الراجل ده، ونعمله مثلا بيتكلم، انا عايز ادي احساس بالشر طبعا من خلال حواجبه ومن خلال بقه وهو بيتكلم. ممكن نعمل له مثلا اسنانه ايه بيعض عليها كده بحيث ان هو يعني ايه بيتكلم في فكرة شريرة، احنا هنعمل في ده وهنسوي، وحطيت له قشرة موزة مثلا هيزحلق فيها. بس اللي انا عاوزك بنتك عليه ان احنا نتكلم فيه دلوقتي حتة الانحناءات بتاعة الاضلاع او بتاعة الشكل، او بديله حركة ازاي تفرق معايا جدا.
ممكن اضيف لده بقى شوية التأثيرات اللي هو ايه، النقط اللي هو اللي بيضحك بقى، فوشه يعني ايه مطرقع، تمام، وده نديله بقى الشكل اللي هو مثلا دمعة كده، إيه شوية كرمشات، إيه تبين ان الوش ده متكرمش قوي. الراجل ده مثلا ممكن نديله فكرة مثلا بيتكلم فيها، ولا يكون مثلا نعمل لها قرون وماسكة السكينة بتاعت اللي هي السهم بتاع الشيطان ده، يعني فكرة شريرة مثلا. طبعا مش محتاج ان انا افكرك ان انت طالما بتسمع الكلام ده او بتشوف الفيديو فانت حاسس ان الموضوع سهل، وهو فعلا سهل، لكن انت لما تيجي تطبق بايدك او تيجي تترجم اللي انت فهمته لصور او سكتشات بايدك، هتلاقي الموضوع محتاج شوية مجهود. شوية مجهود في ايه؟ مش مجهود يعني حاجة صعبة، يعني انت مش هتشيل جبل، لكن محتاج شوية مجهود ان انت تصبر على نفسك، تشتغل سكتشات، وهتلاقي الدنيا مش ظابطة معاك في الاول عادي، هتلاقي حاجات كتير مش ظابطة، بس حاجات كتير ظبطت خلاص. انت حطيت ايدك على ايه اللي مظبوط معايا علشان ابدأ اركز على اللي مش مظبوط. لما تيجي تعمل سكتشات وتلاقي ان انت بتطلع شغل من اول مرة كويس ومفيش فيه غلطات، لا هنا يبقى السكتشات ما اديتش الغرض منها، لان السكتش دور ان هو يطلع اخطائك مش يطلع حاجات واو. ولما تيجي تعمل سكتش وطلع النتيجة كويسة من أولها، ما تخافش تعمل سكتش تاني علشان ما تثبتش لنفسك إن أنت لسه مش قوي، لا اعمل تاني لغاية ما تغلط. حسيت إن المستوى ده خلاص أنت مالكه وما بتغلطش فيه، لا اعلى بالمستوى أعلى شوية بحيث إن أنت تجيب آخرك. لازم تعمل سكتشات فيها أخطاء علشان تحس إن أنت مستواك بيتقدم، علشان تقدم فعلا مش عشان تحس بس.